أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. استفتحنا بذكر الله وآياته وخير الفاتحين. اللهم يا ربنا يا مولانا أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرونا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لكان معاء أول موضوع، موضوع الربوبية والألوهية. الله اسم الجلالة، الله أن الرب نا أو نسني اسمون أتنف ديننو إننو أكثر ورودا في القرآن. غالبا انتفتني قرب لبعضهم. ذلكم الله ربكم اتنفق قندي بعضهم ما يقنحد وليستحضر، مش عندي تقدم وليستحضر معاني الربوبية، وليتنجم دي حقق معاني الألوهية، وليتنجم ولي لا يستطيع وليتنجم هامي والنسين عبدي والتسين أرعد والتعبد ماشي يخص قد ماشي يخص ربي قد. إذن القاعدة بتتقر يقنحد مدام يستحضر معاني الربوبية، مدام يستحضر معاني الربوبية كل ما يتحقق معاني الألوهية. ما معنى معاني الربوبية؟ أي قنشرة ربي اتجت اتشانق أفعال يقوم بها الخالق العظيم في هذا الكون تعود علينا بالنفع لمصلحتنا ينشنين تنتت في معاني الربوبية. كنا نركز مع الكون أن أفعال الله لا تعد ولا تحصى، همي أخطر نعمه لا تعد ولا تحصى. انتنين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أفعال الله بقدر ما استحضرت شعرت انتحسها لفضل ربي غفنغ، بقدر ما انتزد بمعاني الألوهية. معاني الألوهية أي أمر نفيت القرآن يقنشرة ربي قرآن شتومة تجم شكروني وذكروني أطيعوني عبدوني أخلصوا الإخلاص أي أنلا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أطيعوا الرسول أقع أنلا الأوامر اتشان خطنا ربي يوضنا نغض من القرآن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام تصب في العبودية أعبدنا ربي. إني نتسمنس معاني الألوهية سمسيس أنتي استنعد أدعد أنتي نعبد ربي، يعني أنا عد صادقين في العبودية مغي ربي مارو. كيف ذلك شكتونة تحقق أدعد نستحضر معاني الربوبية كيف ربي ليتطلع دجنا بالتالي تشنغض نشين بتكان تجد المقابل. ماذا نقدم كمقابل؟ ربي خلقنا قل منطقة يندبتها. أي إنسان يقوم بجهد أي جنح دي يتججنا قل خير نتحسب اللي من فطرتنا يقول حد على الفطرة أي قل حد يجود تشغل الخير مهما يكون يجود تشغل الخير مرة ربما مرة في العمر يجود تشغل الخير تحس دي قنش راجج جاجت من فطرتك جاجت قارج أو ديه الجزاء والإحسان إلى الإحسان أو ديه أرقبت تجد أرقبت الرس الجميل الرس الخير يجود الريت حاول أرقبك الفرصة تترد. سبحان الله ساوى البنادم إلى على الفطرة شوني ساوى لقل حد ينسالخ من فطرته قل البنادم على الفطرة التسفرصة باش كادر رقل الخير يتوجدس ولتسيب ليش ولتسيب تبدأ ليتسبق يا
فما بالنا الخالق النغ خالق النغ لا يتقوم السجن ليلا نهار ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار لا يتقوم السجن. رقب صنط مع إبراهيم عليه السلام بتتغ استحضرت معاني الربوبية أمي إبراهيم عليه السلام يوضا ينضرشتني هم يوضا يوضص من فراغنا هم خاطر مسمس إبراهيمنا خاطي أخطر دي قن حدي لاني استحضر معاني الربوبية بقوة 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 لقرس فإنهم عدو لي والأليها ولكم تعبد مش بكم هل ينفعون هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون ننس وجنا أباءنا كذلك يفعلون نستوننا غفرائت ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم ولقدهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رب العالمين تحضم رب العالمين رب العالمين رب العالمين الذي ما بدأ استحضار دمار معاني الربوبية الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني قاع استحضار إبراهيم عليه السلام استحضار سمني يا رب العالمين أنا اشتباه وهداه إلى صراط مستقيم ربي يشس يقن المدح يقن الثناء في أواخر سورة النحل آية من آيات الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا ربي خلصت الدنيا قبل أخرت وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين مارو الذكي ونيلا ندلح هذا قدشنا غاديني كفاه يوضم كفاه يوضم ما رسله جرى القرآن تبين هذا أو العباد أو الأنبياء المرسل نبت ديك العباد خاصين من أنبت خاص اسمه ديك تلخت خاصة ديك البنودة خاصين خاطي البنودة منشنين سيدنا إبراهيم كان مرض دحيتي ضرب بديت فدا وجرنت هذا قنن شنين طبعا تشيت تشبرت ديت فداني ولاد حدو اللي تفيقي بتغني دي ابراهيم عليه السلام ولاد حسجنوا دي تفيقي كاع والو تركت عادي البنادم انشنين عادي بشر تخد الرسل تعترف ناموني قالت رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم وانا ما انتني مارو قوان غفنص منت الجهاد يستحضرون معاني الربوبيه سواء قوان ديس يستحضرون معاني الربوبيه سمعنا تفتع عبدنا ربي تفتع عبدنا ربي بإخلاص تفتع يزدادون قربا إلى الله تفتع المعصي ترجي جنسيس ولي نعصان قاعد ترجي جنس المعصي توحد ربي ترجي جنسيس ولي نعونا ضوضان ولا حشاه مدى أتفكرن في المعصية مع ومني ترجي جنسيس هامي قاعد باش كتحقق معاني الألوهية إن إبراهيم كان أما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أنزو إمار الزكاة مع إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم سورة تسمى يا غفصها أنعزم ليت وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ركبت توتك الربوبية تفضيس إبراهيم عليه السلام ده واحد نربي ركبت مش تختاري لي تعودني وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إن هنا نضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذري أرزقهم من طمرت على ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حوالي 10 مرات المقطع ضاب الظن أن إبراهيم عليه السلام كيفاه لا يشبك أو أن الربوبية كيفاه يجيت رقم واحد لا بالنسبة للدعاء ولا بالنسبة للنعم لتحسي النعم لا يطلب ربي لقرس وارزقهم من الثمرات يعني يا رب ارزقهم من الثمرات همي تود الربوبية همي لعلهم يشكرون وارزقهم من ثمرات لعلهم يشكرون الشكر هو تحقيق معاني الألوهية عند العبودية العبودية الحقة في إبراهيم عليه السلام في سورة إبراهيم أنظر إلى موسى عليه السلام سيزو أن تظهرون عليهم السلام سيوت في فرعون سوى الناس قرنس ربي اسمه لغرنا ربي نغسمان شيء لغرنا ربي سوى الناس فربي بتدليل فرعون يتسولتن قال فمن ربكما يا موسى لحظة ما رد بدنت الربوبية معاني الربوبية ما رد بدن يعني يا ربي بتيجو بتيوشو بتيخلق بتيلعلمس إلى آخره قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى من هو ربي الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به زواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى تحضم يا موسى عليه السلام مع فرعون يبلس الربوبية خطربت فرعون خطربت يسر سيمنس لمعاني الربوبية التسديس معاني الألوهية لتسديها لتس بتا وليسر سيمنس داني لش ما لا يسر سيمنس وليسر سيمنس أربعين فتولى وجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون يدول اسمه ولا مد اسمه يدول يعني فرعون أعرض بمعنى أعرض تولى بما أعرض بمعنى أعرض
تول ما ليسل تول ما لو لفهم تخلي يفهم ربك تخلي يفهم ليفهم كلش رقت دي ليش ولغس دي سرتي منس ولغس سرتي سرتي منس رب العالمين يزعقت سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. متكبر ربي صرفه فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى شيء فرعون موسى عليه السلام بحط الحكمة البالغة إلى يشس التربية والمرسلون يبدأ يسمعني الربوبية إن يس ربي إن يس من يود ربي شد من يود من ربكم يا موسى ناس شتود شنو بتيجوا شود أقدا ماني فرعون يتكون سقد قد يا ماني إلى ما أنا شخص ما ندي حرش ما عنده وين يتحرك سسنا كلوا وارعوا أنعامكم فرعون ايتت هذه نجمة ديني الآن ما ناكلش الله ما ناكلش أسي سرحي إيشها وليت نجام يتكون سدينية ما عنده وين يتحرك يا دخل كلوا وارعوا أنعامكم إناس ربين نغدوني لأن تصوت الدم نسجنا يسفخ تسيس أزواجا من نبات شتى وطمع غلاد أو الساعة نغن المارشي نغن سوق خلاف يترقب أزواجا من نبات شتى كلوا مثل أن تشارا تكفتين أن تساغنا نقضانا كل يوم أدي فراد عودة الشهر ربي أدي فراد عودة الشهر أدي فراد عودة الشهر أدي فراد عودة الشهر كل يوم بتدل سواق لي تشارتنا ربي في العالم ويجي لك أندني تغرديت في العالم أندوخ أندوخ وكنت نتف لمارشيني القرون الخضر تندوخ أنت غشع كل يوم بتدلك مين تسومية أطنان وأطنان أدت فن أدفن أتين الشيخ خلاص قدايا الخير أدعى الولو الشاء العودة دي تفوجار العود خدي فراد العودة دي تف العودة دي فراد كل يوم وجي كل سمانات كل شهر كل سقواز كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كلوا إناس كلوا يا فرعون لتتاد تقي الله لك أرك تأكل ماشي اخترى في النهار لك تتد اشتيتوا لك تتقع وجار نسن كل يوم لك تصوطد لك تتد سمعك تتاد نانا سمعك يعني لسالحة سمعك تتاد هاكي تتد سلخيرنا ربنا نيلا يتصوطد ما سجنيس فوق دزواج من نبات شتاء هيا سيب ايش سيب لحظة معاني الربوبية كانت تحس كل يوم كنت كل يوم كل نقيم المعاش كل غنش كل غنسو كانت تحس منش نعم ربي ليش السواد يجي منش نعم ليش الشاد يجي منش ود الخلق داخ
منش نعمل الشممكم منش نعمل الشبابكم منش نعمل الشتمططكم منش نعمل الشيتمكم منش نعمل الشيستمكم منش نعمل الشطروكم منش نعمل الحبابكم منش نعمل الشتعشرتكم منش نعمل الشتغرديت منش نعمل الشويل وادمزام منش نعمل الجزائر منش نعمل الافريق منش نعمل العالم الشتن كل يوم كل يوم كل يوم استحضر يوا واش ممكن استحضر كولس كولس منش منش لعبه في الكره الارضيه سيدي تسبوره خص تسي بالزان تتنشب تتن هاني 3 ملاير 4 ملاير 5 ملاير وتتفي زوج عند 10 ملاير روبا يوس تطوط لي عداس وجي ليك تقوتها امنو بركه امنو بركه راه حسبه غجردو منسي حسن منش العباد لان العالم ظلم لاير توتت على زوج ترقبت كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كلوا وارعوا انعامكم شي ربي نغيندوني يا ربنا استحضر من استحضر معاني الربوبيه الوهيتك ادعد ويجي ادعد تحس انا غنيوم ربي دروس صديق بالنسبه كمقابل صديق دروس 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 ما يعني ما معنى هذا تجي ما شوت في ديك طلاميزون طوموبيلات تشيل اصلا 10000 وشي نش طوموبيل تقسقس تزدد تتحس تحسي انا 10000 نيد المقابله تحسي دي قنشره ليش لا تصح المقابله 10000 10000 في وتسي طوموبيل جديد سبق بتتحسي ما روش كان حسا حسايو بالنسبه للخالق العاد نستحضر معاني الربوبيه نوح عليه السلام يتغمر يتخمع القوم فقلت استغفروا ربكم قلت استغفروا ربكم استغفروا من أيو ربكم ربكم ما رسنينيش هم قرام استغفروا ربكم ما ونين غهمي شاب التيجو شاب التالي ترجع معاني الربوبية مش كبيرة تحسن خطر بدته والحسن سلجيهته يا ولي زوت حسن يا ليش يا ولي أنت تورت الهديت فقلت استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا لحظة شيء نوح عليه السلام تجمع القومس فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا منش تجنو أيوة منش تنششتي شمي منش تنحضر تجنو منش تنحضر منش تجنو لأن تسلى السيسنة العالم في الجزائر نغفي العالم يرسل السماء عليكم مدرارا كل سقوس إلى السوار بالعالم إلى السوار والكرة الأرضية كل سقوس ليس سوت لا يتشارى لبراج لا يسوى لا يتشارى لا يتشارى التخزانين عند قتمرت لا يتشارى لا يسوى الحارتي لا كل سقوس بلا حساب يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
كل سقوس لكي تقوم لكي تفد الفيد كل سقوس تقوم دا تفد الفيد كل سقوس تقوم دا تفد الفيد آلي ما لا تقوم تخطع ودا تفد الفيد كل سقوس ومديتكم بأموال آخ 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 كولس كولس لكي تحس بتجلاكس كي تحس بدريل كولس كولس لستيك برم برم لستيك تجلاكس همونة 20-30-40-50-100 مليون 500 مليون دلاكس دك الكفر لوشا عاود كيف كيف لاباري أدر لاباري تتخدم تتحس بالريال ولا ذا الشا ولا ذا الشادخ ولا ذا الشا أوري ولا ذا وري ولا الديوين ولا تسمى تغدسن شرادسن ونين بعداس ونين بعداس أسقسو إيمان وضضن آخ 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 يمديدكم بأموال أموال آخ غير غير عبدي برك غير طاعي غير شكري أشكم الغشر دماغ أشكم الغع تكا أطاود من 60 عام 70 عام عد الزويد الأخر تتكم ناش تسورت غادي متي قنسي الأحباء أتسي الله رحمت شتكم تخج أجدك إلا ضخي قنو مغمغ غير أطاعي برك غي طاع غي شكر غي سرسي منج غي غي وان أشوشخ أخ يمديتكم بأموال وبنين وبنين أقل مع طاروش ترقباد 1-2-3-4-5-6 الله يبارك أمنا نارسين نارسين تستج وشنو شيء يمديتكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات آخت الغوابي آخت الغوابي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار أخت أنهار أخت الويدان أنهار الويدان أخت أخت أمنا أخت الموتورات أخت أخت ترسين أو نسكر مغا ترسين أمن دا قد ترسين دا قد مورد كولس كي تبومبيد كولس كي تدر الموتور لا تبزع عند أمن الغوابي كولس كولس لنجبد الموتورات سيرسين كولس كولس ويجي كولا كولش سمنت ما كل شهر كولس لنجبدن إنو الترسين إنو الفوراج إنو يجبد 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 كولس كولس آخ ربي غني أشيكم أشيكم الوجاء غيش كري قرش عبدي برك عبدي شكري ذكري أغيوال سرسي مانج خشعي فرح ميتو سيد ميتو سيد ميتو سيد للروندي فوك غير معاش كولس غير غير يملقى معاش 5 مرات ميتو سيد يسولتش 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 تسيد الجارد زيلا يسولتش تسيد التاكوزان يسولتش تسيد التسمسين يسولتش تسيد التنادس يسولتش تسيد الصبح يسولتش يسولتش يا خش خش وتقلق وتقلق كيف تجي كوليا كولس تجي معاش 5 لقاءات تجي ختنا معاش تقلق هذا مقلق هم يملك مع مدتشل شو تقلق هذا مع طاروات شو تقلق هذا مع تمطط شو تقلق هذا مع يشركن شو تقلق هذا مع الريال شو تقلق هذا مع تحنوت شو تقلق هذا الطوط زلط لقاء معاش غير 5 دقائق 10 دقائق كاع كيتقلقت هم يتقام يتقلق هذا هم يتقلقت السي جي لكن شي ضربت شاك تشغاش كل خير الطوط ستيك وتزلط بدا يتقلق تكلم بدات تمعلت يلا معلت معلت الركوع معلت يسول يلا طبق علينا السوق هذا نروح نشوف وين نطيروا وين نروحوا عيدوا البنادم تقول شيء شيء البنادم عيدوا البنادم عيدوا البنادم اسم النشاط صحه نغض معاس او ربي نغاو الخالق نص مش صحه نغض معاس اسم النشاط صحه نغض معاس مزيت نسينا نغاونا لا غروم غير لا غروم معايا كولس 5 مرات تملاقي معايا 5 مرات المزيت الناس والله المزيت نسى توت والله ميد المزيت النار مزيت النس رب السماوات والارض وما بينهما قال سيدنا موسى واقم الصلاه لذكري تورط في الرسول صلى الله عليه وسلم قر وجعلت قره عيني في الصلاه ما معنى قره العين فمد وحده توت ما معنى قره عين قرت عيني عند الفرحت عند دمعتني تبرت تطل فرحت من مي كنحد يرقب معايا كنشرا يعجبت يقنشا من مي يعجبهاش بات تقيمتي طون تقيمتي تتي ديما انت معاس تتي ديما انت خايشتي كنحد يهدايا شي طوموبيل الكادو تتي ديما انت ديني تتي ديما انت كي ترقب معاس تعاود تاني تساني تعاود تنسين تعاود تسلي الكابوت ويتكلب تزلي سوبسيون بين فلان لا يقيمت ديني لا يقيم ديني الكراج لا يقيمت ديني الساعه ساعتين لا يقيمت ديني قرة أعين الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أضيع وتظلت يا من أني سرس كلش كلش يتتيمنس مش نتعبر شيء يتتيمنس
الرسول صلى الله عليه وسلم يوض مع ربي النغ مع الخالق النغ ميلا معس يتتيمنس يستمنس من ميلا مع النوافل من مع قيام الليل من إلى التيمنس دين إلى التيمنس وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الشقن شهر يفرح يتفي منس يعني الغرس نشو التزعلوكت العبودية من مي يبد جاري فسن ربي يناجي ربه ونفي ما معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة تقفت المعلومات بتد الحقائقنا والمعلومات قرآن شيء القرآن قرآن. إذا نوح عليه السلام شنا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تخيل الغوابين شيء نشش نتقبل اشتقاع اختير قاعد اختير نشت نتسروا نشت زعل اختيني نشت تسور غغ نشت تسور نشت رخت تامت اختير نشش سروا غضلني لغرش ديني نشت سوف غضل نشت سحلوغ اختير نشت سوف غرمون نشت سوف الزيتون شجت سفخ الثمرات التضنتين شجت سفخ تبركوك شجت سفخ تشينا شجت سفخ مندارين شجت سفخ الغقع كانطالو الدلاع المرحوم ديسير الخضار تختياج غير شكري برك شكري غير فرح السيجي فرح فرح تسيد الزلط فرح يفرح فرح السيجي والو اديس الزلط همون التيني دلا يستر يرسو في الجمار التيني دير سوك تسنت الجمرات لان دا قودو دارس ليقف زمني ليتمعالة مني لا والزباين والزباين هين دوني ملي قل حدو جديبين سيسبتي تقعد تبربصد قعد تبربصد قعد تحرشد قعد تبروقد مع الاشينا مدو تشجهامي كده مقلقنا سين دي لك بس مقلق ترولد ميد انت جانموني مع الخالق نسن صلوات تزلات جانموني صلوات الفرضاء شو اللي نسول في النوافل السنان دين هو اللي نسول نسول الفرض 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 الفرض, الفرض. يتجمع صموني مقلق قاع مقلق قاع مقلق قاع مقلق هين دوني ترحضام هامي التين دي والله الواقع هامي يا مصح هامي معاني الربوبية واللي انت غائبة واللي انت غائبة شنطر وانا لك كان الزال والتسبى والتجا والتكتني والسرشوس الأوامر الألوهية معليش هروح هاكم لس معاني الربوبية ليش وستيش قاع معاني الربوبية أسوش لك كان الأوامرني واني ولسي مانا ودربس مانا ولد الخالقس والتسين ربنا والتسين خلاص التفتي لقع ليخوض ليغيت قاع ليغيت ليعبد بابس بتيرق بابس ليترق لي منس بتولي لي بابس تسات ليتفوفي لا ليتجور رايز هامي معاني الربوبية غائبة 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 لكن الأوامر قد ربي تقي الله كذا قد ربي واتجتني لا تفعل افعل أندي أروح معليش وني لابد به حمص حلين لنقبال أسفهم أز دمانيو وني لاني سوال مع أز دمانيو دمانيو ربنا دمانيو وش اسمعاني الربوبية دي حسة أو الأماء أو الأوامير وتبين قاع وتبين قاع قاع وتبين أن ميتان طروين وشو خايش تيقن حد وش اشيك طونو بلتي نسبة تحملك هنا شوال وش 10,000 مرك تحس 10,000 بتد المقابل بتد 10,000 بتد المقابل بالنسبة إنت وأنا بتدبتها دي قنضو دي الكوسانة 10,000 الفولان وقلتت في الموتور يا دوني أعترز من الكابو قيم ديني غيس وصغار بركة موني دبت وش وتيف دقع ليش مثلا ترجع 10,000 طنوبي ولله المثل الأعلى ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أطوار 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 بداي والي فوتوش مثلا أنت غرش سيت تغضب الزنا لسو سر سيت نتسات شامولي أش تغضب دمعت بتتفكر دمع القرآن قد قد مثلا غرش نظر ترقب دي الكون أش تغضب دمعت ترقب شتين شين نسقوس شين عامين شين ربع سنين شين ست سنين قاعك تبدل دوش قاعد وني ونين ست سنين وجدوني ثمان سنين ونين عشر سنين وجدوني 14 عام ونين 14 عام وجدوني 18 وجدوني 25 وجدوني 30 وجدوني 40 وجدوني 50 وجدوني 60
وعليك تبدل دموني او طرور شي مس ممكن ادخل على سنتين الشاين ست غضب زين شي ايش تي باش تجون شي لا علاقه كاع وقعوا ليش كاع اشي نشبي واش يا شتي اسين شي اجر كان قاعد اتي تحت اتي ربي يعجنات يعاود يخلط يعاود يخدم من جديد. دليت القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بعد السنين لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. أيوة بلي عليكم وججنا يبهس زيري وغشيني العالم أجنا ولي بهز زيري ماني وشيني ماني ماني وقع العالم قاع الغرب قاع اليهود الملحدين قاع الكفرة والكرة الأرضية ما يلقلب نادم العالم أشيني أجنا ولي بهز زيري اش تقنضفو كنتو تستزيرين غنيف لاش تقيت تجن تلفوتو وش بك شتيه تبي انت ما تتزيري بالتوفين تبين ضجاض يعني تصوري تنضجاض بالتوفين تزيري تبين معسول تسيبا. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سيراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ويخرجا والله جعل لكم لحت قع لكم لكم قع يشتويم ربي قرن قعيش تويم وجي انت انت غني واللي محتاج انت غني واللي يحتاج واللي ربي لا يحتاج الى ذر ولو الى ذره في الكون وتحتاج ولا لك تدرته ونكون وكل ربي قرن قعيش تويم. الله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبولا فجاجا. ارقبتها طامرت بساط سيدان يا الجزائر اللهم لك الحمد تشرطون بلك والتتفضل عاصمت أو كان قاعد طامر تلدي وريرن بتنج بتنج كان سيدا ألد زير دي وريرن دي وريرن أتلي مارو الدور اضنبت مارو دور 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 وتنجمد نجم ونتنجم أنا أود بريان يا أدن غد فغن صغار أدن غد فغن يا أنمت ديني يا بريان أنمت أنقار ديني يا ونتنجم لا نستطيع. ربي جو تامرت والله جعل لكم الأرض بساطا اتسلكوا منها سبولا فجاجا بتدلي زطورت لن العالم قاعد بتك قاعد اللي زطورتني كل لن تديني صورة نوح سيتي سورة انت بالظاني صورة نوح ناي ويا نششتي شمي لك انا او نتسورتي لك انا حفظت سنتو سبع سنين ثمان سنين اموني سنتو الابتدائي دوني مكلفين لان حفظها ونتسوريتو لا 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 زطورت لان ديني عين تسوريتني معاني الربوبية هات لحظة ما ملمين تستحضارا أبدأ تحقق معاني الألوهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. شيها معاني الربوبية سنحقق معاني الألوهية. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان الغوبي جنتان عن يمين وشمال بتدس انتون الغوبي كل خير يبات إيمان أول خير هين شنين كلوا كلوا كولس ستوت لك أنا تتكولس إمار يمون نغلا نقور لك أنا تمنى نفطرت سمسين ما إلا يقن واللي يتمنى ديشتي سمسين ما إلا ما إلا وني بيتنظر بدر حمول دينو ما أقول لبندمو إلا لا يزوم واللي يتمنى ديشتي سمسين ما إلا هذه مكان وانتف وانتف يقن إمار إلي يزوم واللي يتمنى ديشتي سمسين يستحيل بقرش إيش وش المشكل إيش كيخلقاش الغوابي التمرات تخليك السفوغاج دي مار ولا كيخسفوغاج دي مار ويا لك السفوغاج ديا لك السفوغاج ديا بالنسبه للتمرات ديسير الخريف تجرس الثمار ولا كتخمغ فتي على لك السفوغت ديا اشكر برك كلوا من رزق ربكم بتا واشكروا له. شينا معاني الربوبيه انصون الى معاني الالوهيه واشكروا له معاني الالوهيه واشكروا له. بلدة طيبة بلدة طيبة اسمني من فراغ هذا ربي هذا ربي يا ميدي قعدنا بلدة طيبة ورب غفور غفور
بقار شوشو شكل خير أشو شكل أنا تسحقد تخميت فقط صداس غير دوال ورب غفور أدوال وتقعد وتجلهم وتقلد فريا أدولد 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 يا وتقلد فريا أدولد يا يش غفر يش مسح ذنوب تشكل يش صفر وكل تقلد الساتيا تعبد ديات قلد الساتيا وتقلد فريا ورب غفور عام وتبد لبنادم والو لمن تقرأ زبورك يا داود يعني يا ربي شيء بتلي قرن داني القرن لا يتزقى يا نغ يعني قبل أن يزقى قرن الزار شو بتك وشي غوم شو بتك وشي غوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 فلما رآه مستقرا عنده فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم إيه سليمان عليه السلام أين وني لن عنده علم من الكتاب سيزديوي عرش ملك عرش الملكة أين تمططني التغن في سبا سيزديوي تيد فلما رآه مستقرا عنده قال لكم تسلم القصة يعني العجب كيفاه وني بتيجو بالتيجو يشمر ضيان العرش الني كيف يشمر تد في أقل من ثانية قبل أن يرتد إليك أطرفك خاطر غادي تجموني غادي سكلت تسطر زمدمعلت إلى أين أضلنتني لديس أقل من ثانية يعني في أقل من ثانية بالتيجو البنادمو أو مخلوقو بتيجو في أقل من ثانية يوطيال سبا يخمل ديال عرش السوط ديال السيد سليمان عليه السلام بتيجو همين تنا سليمان عليه السلام مش بكشيك المستوى يتران مستوى رفيع سليمان عليه السلام إن هذا من فضل ربي وجي هذا من فضل الذي عنده علم من الكتاب ركز وحدي إن هذا سيت يرقب فلما رآه سيدنا سليمان يرقب يا العرشني فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي 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 من فضل ربي سيدنا سليمان لا يفهم كلش هذا من فضل ربي بنادم ونيلا كافور خصيم وبين متى وشي قرم تعود نقنو مخلوق موني لي صيف هموني يتجد لوتو ستوب ان الله اعلم مهم بدا زيقنا موني كتونوبيل لا ميزون كتونوبيل الالمان الله اعلم يا مرسيدس فولكس فاجن الله اعلم خلاص يبدا سي يا ناس تفضل يرزم تاورت يا لي تلا صغار حالي حما هي انه يصلح تاورت ناس الله 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 يرقد يقلب رودا ما سن طونوبيل ناس الله 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 رحمه ربي إناس رحمة الألمان ترجم بنادم خاصين مبينة رحمة الألمان ما تحشمش تعاش في العالم الإسلامي وجدوا قامان خاتي دو داي نغدو قامان نغ نصراني نغ مجوسي نولو إناس دي مسلم تعاش في العالم الإسلامي تيني دموني لاحظوا ما خاصين مبينة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم تخل خصام سبتة مبين واضح رحمة الألمان وني ناس رحمة ربي وني ناس رحمة الألمان خصيم أمني قلت خصهم تمني رقبت سليمان عليه السلام بتينا إن هذا من فضل ربي رقبتوني أو الكافور المبين بتينا رقبت الفرق شيء قاعد صلهو جرى القرآن جنحد من المهجر شيء العقبة شيء المصيبة مصيبة الأشياء كت المصيبة وجارني جنحد يهجر القرآن أكبر مصيبة إزمن فما ما توت صدقها ولا تصدقها الأشياء كت المصيبة وجارني جنحد يهجر القرآن هامي ولي فهم لا أبدأ يسوى لجني ولن
يقني ولنا ويجي يورينا تزلزل الكرة الأرضية تزلزل يتكاد السماوات ويتفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدا سوى يديك الليل بنادم سيلسس من مية هجر القرآن أنونيو تنيديك نعمت البرودني طنوبيتني البرودني النعم وما بكم من نعمة فمن الله سربي هم اسماني وني ناس رحمة ربي وني شابة تيسي جاوب شيطان الشيطان طول الشيطان يسوى لينطق قال هذا من فضل ربي ليبلوني يا أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سورة النمل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ربي السوى نغدان يا وليتها ثم تذكروا نعمة ربكم تحت ما ربكم معاني الربوبية ربي داني السياق داني بتي السوال في المراكب مراكب أكل ويجي لكن الأنعام لكن الفلك أي مركوب زمان سنبلي ضرب انتي خلقت في بداية الآية بتدس والذي خلق الأزواج كلها سورة الزخرف سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أصحاب القرون الماضية همين نسنف طنوبيلتنا لا يعلمون شاينا ربي سفخت في هذا الزمن تخون السين غلط السات بتدي سفخ ربي لا أعلم ونسين لا أعلم ربي طول عمر تمور تزدير غرس دير قرون لان السات لا أعلم بتغدي سفخ ربي تخل قرون إلى نسين توان ميقن شرقا نشينا دعاد فوق الخيال قاع توان ميشي قاعد تسلب لنا قاع لانو تفندني والذي خلق الأزواج كلها وجعل وجي له لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم فحدما ربكم معاني الربوبية تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الطيارات الطنوبيد الماشينات التران تي جي في الكاميود الفورغون دايلان طنوبيل لاموتو بيسكلات دايلان مركوب يقنشامي المركوب اتينم سبحان الذي سخر لنا هذا انحس ايوا بالله عليكم منش السجن غاد بدا سيمانيك من مين ريحك الطوموبيل سواء كسبت نشنين ناض ميد نسنن انا غننزو مع احد كانت حسيه نعمتني غاد السرسخ غار هذا تفخ الطوموبيل ادريحه تحس اتفكر ربي معاني الربوبيه اتفكر ربي اتفكر هذا الريحه الكوسانت الطيار تموني بعد ساعه لك قنونشان ما بعد أربع سوايع لك البقاع المقدسة كتحس غمني نقول يا الله هالسبت قاعد تون جمت تحوس قاعد البنادم قاعد يعيش ينزف قاعد يقفز قاعد الفكر سيقفز
وجي راك حمون يرقب ما يلك ريحة تيارته المناي ويخلق تيارته ويتسجدان متفرفر رجلوان مناي ولاني شمارت مولاني ويت مولاني شمرت سين الأطناني العبادني البقاجني القناطير المقنطرة مولاني شمرت في السماوات ديني لي شمرت منيو مولاني السجورات هي متى هذا ربي قاعد ربي قاعد انت ثم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه يقول أحد أموني بتا خلص يا أبدي هدي قد يا ربي ديني تقدين ربي تلاحظهم من ينزوقع تقدين ربي بتا غرنا استحضار معاني الربوبية يدعد ما أنا غنزوان تقدي ربي ما ننزوقع ما ننزوى تقدين ربي تتلحقنا بتا استحضار معاني الربوبية بدنا نزوان لوروب في عد درني درني في عد تقوى ترني تأدرني خاطر لي زوبسون رنين سبحان الله لرنين رنين الحضر ترني نعم رنين في عد تقوى ترني انت تتضوطل الزيرو دقود الزيرو من ادمي تفقدو فغابر الديني هامي ليش استحضار معاني الربوبية الأصل بندم الأصل مدن في هذا الزمن دقودني يا ربي وجار الأزمين يزوانت وجارد 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 عطاء الله همي معاني الربوبية لنت بقوة 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 لنت بقوة قاع ما نتزول الترقل معاني الربوبية لرنينت ما نعم لرنينت كل لرني لرني الأصل تقوى ترني لرني تلمن هذا يتجاون دجاون ماشي كفر وجار والعياذ بالله همي ليش نستحضر استحضار معاني الربوبية ليش بنادمو لي تحس بفضل ربه عليه واللي تحس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون سورة الزمر يخلقكم في خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الأنعام كل يوم البنودام لن تزجن كل يوم أيوة كل يوم لن تزجن ويجي كل سمانتنا كل شهرنا كل شهرين كل يوم لن تزجن كل يوم ما رو بنودام ولين تزجن يا له ولي لحقن يا البنودام يا مضل زبارة يا لن تزجن لزبارة وجيت لبنادم يا مار بنادم ولي تطاود يا القوة الخير ولي تطاود يا ليش الوقت جلي زبارة كل يوم نمتمصنت كل يوم مص 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 لتروات 10 20 30 ألف 10 ألاف لتروات الحليبي واس اجبد هالشاء ولد الشاء ولد سمنت غدا شهر وشهر غدا الحليب السو والشا والرسمنتو أليما ديما تحن تغطى تفد ما كلا الحليب لا ما انت تخسد دون نغدو اسماني وأنزل لكم ربنا دنتا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج حال بنادم بتالي تجانا ولا حيت لي تغلف برك اي تغلف اي الحليب مني تجا تشكارت عندي
هي تجد تشكارت هي تاويت عندي أمي بتالي تجانا غلا وسيلة نقل ليس إلا عندي حليب أني كولس 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 من شين تفنت اللي تراوت الحليب في العالم من الأنعام كولس أيوة مخنا غادي يحبس كولس تخوش غير الحليب الحليب مشتقات الحليب كل غاتت في ديك التحنوت تفت الدك سلياورت ونيد ونيد كاع مشتقات الحليب كولس كولس قال حماك تخصد الحليب تخصد اللبن تخصد الرايب تخصد دا واحد نربي سمعني وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث قال رب العالمين قرن ظلمات ثلاث ثلاثا ظلمات تسأمس تسلسة نعد سيد من منوم ونتغ 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 وشي غاوم ديني كل خير كل خير المعاش صوت غاوم تخطيط الأكسجين صوت تخطيط الفيتامين التوض نتوض زعلك غاوم تركب غاوم ويتطلبهم تطاوين أخ تمزغين أخ تبجن أخ لهيك العظمي أخ أجليم أخ أيسوم أخ الأجهزة أخ أخ كل خير كل خير غي شكري برك غي شكري شكري برك شكري شكري عبدي يا غيوال فرح سوي وليك فرح من مساء والله معاش القرآن دبتها دواليك من مساء والله معاش فرح طيب من هذا ما سوجن نانولس يقضع القرآن سوجن نانولس الله ما قدر يا بتدخ فيك تسب طموني بش كذا أعزم هذه موكاز والتسيبني يا بتدك تزرت طموني كت يقندر جد نصيف قال حماك يا ربي حماك مليكم ليلي تقزل ماكم غي متى يسار عموني قمسي برك شتيني دي وهيل متى يسار مرة نبرم متى يسار دي سنوع نعزة مربون ساعة ها كيف كيف هنجربوا الساعة تخنيشة نغجن الساعة إش كان كل قناد فابريتس ليش هذي خدع زام إشاء ساعة ساعتين ثلاثة ليالي تقزل قاع ليش سيس قاع يفض قاع ليش سيس قاع ديشة وغروم قاعد قاعد لهف هامي بنادم يقلق يقلق سربيس يقلق سالخالقس ولي فرح سوي ويلس الأصل نعزم وجار الوقت غنش الأصل الأصل ايش حمك كنا ديف بلش عزام وهاي قال حمك انا عزميتها من جيده كنا في الساعه مون تبل بنادم كنا في الساعه انا عزميه يا كنت هوريبت انا قلبت نجيب سين عزام هي بت هيك نعزميه نطور بسيت من جيده خلي كفايه بسي هاي نسي ربي وشي بسي هاي نسي وشي بسي نسي وشي تطاوان وشي بسي جي يرقب غرقب غلخطا اسيس اسيس شهر نايوس كواز هاي نسي وشي بسي هامي ترقبت السيطاوان شليل ونهار ترقبت السيسان نعاية ما ويد اويد 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 غلدا بصحة اتذكار دي عزمة والس بسيه دي كفا بسيه دي كفا هامي معاني الربوبية واللي انت حضرت وانزل لكم من العام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم هذا ما ربكم شيء تعود تفض ذلكم الله ربكم ربكم أي دوني ربينهم دوني وني خلقهم وني خلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق دوني رائع ترعاينا دوني السفانة للدوني دوني الزعلكانا دوني وشانا العقل يرانا البنودة يكرمانا يكرمانا يجور مع وغلا دامون الترقودي قنوموش أموني دوج هريبة تبدلي تلوك أموني لو اسم أنا ذي زوا هذي زوا ديت فيك تدر تضع كان هكوان أرباغني جمني أنا ناني مشني شار بكرمانا تدار بالقدر سمورا الدوش الريحات المعاش انت تفس النغوجي انتين زموني الحيوان المعاش انت بالقدر المعاش نضيف أو كان ربي لي جانغ مني بتا أو كان جانغ لأن تفكر أموني نغموني غير يلا هو خلاص أما بنادم أمون قاع أتيني دي جور أموني أتيني سكران توجي سكران سبتا سلقت القرآن أش القرآن أش استحضار معاني الربوبية بنادم قاع لي تعشى خارج الموضوع خارج الموضوع لاتبغ تمتنت وقتنا بدأ يتزقى
يا حسرتنا على العباد. ربي قارن يا حسرتنا على العباد، يا حسرتنا على العباد. درب انت قارنهم في سورة ياسين، يا حسرتنا على العباد. قرس النبي صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحصرة، يوم الحصرة. قرس خون القرآن وإنه لحصرة على الكافرين، حصرة استنضرب بياته وتمنش مدنا الشات حصرا في القرآن أبدا تحصرا فون القرآن الشال آخر استنضرب بالعدد نسن ماشي يجو يتحصرون يفول وقت يفو كذا يشصر بكل خير يريح معوي ولا صدي فرح سوى نربى سيريح من بعد 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 الدس ملك الموت يلا الرحيل المانع اليوم الحصرة أو أن اليوم الحصرة من شديس الخلود وش يجلس 24 ساعة كون هذه قيمة تحس 24 ساعة معلت تقدر ما عليش تحق قريبة الخلود الخلود أنت تحصر مش أصنك فيل بندم ودل حصرت أو حصرته وش يجلس قصنا عامين غلقرن قرنين الخلود أنت تحصر تشيونا البنادم وش داك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ويخرج الحي من الميت؟ ويخرج الحي من الميت؟ ويخرج الميت من الحي؟ ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فسيقولون الله. فقل فلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، 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 فذلكم الله ربكم الحق. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون. سورة يونس عليه السلام ربي قال سينس قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ من أولا يرزقهم سجن التمرت من أيو قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ من أولا يملك الطاون تمزغان يعني الأبصار السمع والأسلي دورقاب؟ من يملك أسلي دورقاب؟ من يولي يملكتن؟ من أيو من يملكتن؟ من أيو؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومعلمته ومعضربة إنه الأمثلة ومعضربة يصلح في كلش. ومن يدبر الأمر؟ قاع الأمر أكر. ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. إنه ديم شركن قلت مثلا جوابا فسيقولون الله ديم شركن النبي صلى الله عليه وسلم تنسول جوابا جواب صحيح اسمه الذين قنوي والذين قنتفكر الذين مروا إلى وسيس حد يسلم حد يقيم على شركه على ضلاله. السؤال مطرحة توت منش ديم سلم لنتفكرن مع القرآن هيني نوع ألقم في ضلالهم على الأقل نفكر نفسي لنشمرن السرس مسكيته مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنشمرن السرس مع سبسي القرآن لنشمرن السرس مع تفدي مسلم ولي تكل بدي فهم ما يحوسش فهم لكم المقارنة شم قارنة جواب يعني تقسمها يعني. فسيقولون الله فقل فلا تتقون هم ينقاد فذلكم الله ربكم معاني الربوبية شهر رب العالمين يتتفصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرس ينسن سيولسن في معاني الربوبية بش كد قدن أتحققن معاني الألوهية بتلش ليش أقضينا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون أفلا تذكرون أو ليتو من سورة يونس عليه السلام ربي يبدأت الربوبية تقدت السيس لحظة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون معاني الربوبية لحظة معاني الربوبية ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع ما معنى ذلك ما من شفيع يعني ولتصير يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه يعني كل شرب العالمين ليس جورت ما من شفيع مثال شت تضد دومبان بريد ستونوبيل لا ليسونس لا والو تقيم دومبان روت نكب كذا كي تسجو منت قرد يا ربي يا ربي يا ربي كنحدد سيغات يا ربي ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر رب العالمين هذه سحرش قلب نادم هذه سحرش سكت المنطقة الجاوتي دا الجاوتي دا اللي فسنج أشي غات أشو شليصونس أشي شمار وكنا أشي شمار شتي الطنوبيل أشيوي بيدو أدوي تتبجنج من يوديو البنادمو كيف يكلي يصر بيولس قا عموني هامي جودي جي قا عموني شتي ما تبدي تشكي دي منج يخدي على عدك السنط سيقبال على عد ملاقايا والتعقيل أغلب نادم والتسينة بدي تعصر دم خشبي تقار دي خدقاء التفد التفد كون فوق وصمت دينا كون فوق اللغج بدي تقار دي خدي ألا عدك جاسي قنشرا ألا عد بتعيد تقدواش والتسين تقع تتفسير نوما ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ساعة تحصلي قنونشان أش تحصلي قنكواغاتي قنشرا معلو تفهم دقاع وتفهم دقاع كتلقت طاموني الديسي قنساني ومعشي الدور تستحملته ومعشي ومعلو ضغني فخت الساني ومعلو سربتتني ضموني والتعول دستيني دمعتني داس ومعتو ضد سيميت شاموني شو تعول دقاع يلقف تناشي لا غيري لك الصنغ ونيل البير على بقدم دوشني سين اوه ايا والله وتمسخدم ايدا في دقائق قضية تحل في دقائق شبدي الدوخد منش ودي والبناد مني مني وش صنطقن كيف يسلموني كيف يجاوب كيف يربي كريسولس مش كشي عوان يعوناشي ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون فاعبدوه أفلا تذكرون ذلكم الله ربكم لحظة معاني الربوبية قلنا يستحضر معاني الربوبية سيستحضر معاني الربوبية لله الأمر من قبل ومن بعد يدبر الأمر تضد دومبان مثال شكت العالم أنا أتود لبالش بالله ربي لو اللي يرقب شنا مع لبلوش بيك نغولي السين ليسان لا يرقباش كل شي لا يرقبت لا يرقباش إلا كذا لا تحرش داموني بيد دعاء تحرش شلون أجدي سي رب العالمين يقنع داموني تفهم لحيت موكي الشي لكذا أمسني قنسوق أمسني قنية مكردم أمسني كتلا مافيا هذا هو الساكوش شطو دا لديس باسبور ريال دو فيز لديس قيمت غير روح تشوت لي ديني هاشي وضع تحسي دا من العرك تتفاش تخسد تراب التامور شي جاو من قنح دا جيز نربي قنح دا تشيني ساكوش هادي انتعك هادي تفضل خويا راك نسيتها في لي تواليت ونغ ريستورون تشرد ستابلات تيتديني شيني تيتديني اخ ملي واش جي وين بنادم مني ملي واش ملي واش سمن على مسنين لا مافياين يا مسنين يورن مسنين ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون كون عندهم مع الشريط حياتنا
أدنى قال لك أنا نشور سون لقطته غير لين تتوبر كان دي من أي ومن وراءها ذلكم الله ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده. ولما بلغ أشده. آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وغلقت الأبواب. وغلقت الأبواب. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله. قال معاذ الله. إنه ربي. إنه ربي. إنه ربي. إنه ربي. أحسن مثواي. أحسن مثواي. أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون. إنه لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف معاني الربوبية سيبدأ قاعد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر قال لك سيدنا يوسف ينزو دنزا بعد لما كيت نيتمس سرسنت في الجوب تيرست بصح ربي لا يرقبت. يدبر الامر. يدبر الامر. قاعد وتجل هم ايوه قاعد تجي لهم قاعد تجل هم نون دونيت دون قاعد تجل هم وجي وتخطط وعد قني فهمي تخوط خطط خدم غار يعني توقعات المستقبل غير جاش سنت أو كانت خسر أو كان يسار أو كانت توكر أو كانت بيكي أو كان من يشعر قاولت تفدني اشكر ربي برك اشكر تعبت أغا سوال اش ودبر الأمر ويفهمت خايعين فهمي داني غلط قالوا انت خطتي انخطط انغار انخدم انغار انج كل وسائل نستنفذ الأسباب انج كل أسباب بس حولت والقرى وكان والتتفديني يعني تيني جيت لربي سيدنا يوسف دنيا وقال بعدي ينزو ينزو دي قنشرة يعني بنادم يتقبل قلت يتقبل عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ينزو دنزا شينا أبديني كنا أبدا نجور مع سيدنا يوسف لقطة سينزو تيني خذي كيف وحيد بين ربي ينزو اسمي قنشا وجيدة وحدي أربعين عسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم تدليل بعدين ينزو شانتين ينزو خلص ازود الغبرت لاش. وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه. مناو سحرشنين ونيت صغين مناو ديويتي تغلديني لحظات نصغى مناو ارتبنا ولقتتو رب العالمين ودبروا الأمر ومن بعد روح تاوي مناوي كلينولس مناوس كلينولس اسيني تمططس اكرمي مثوى اكرمي سمعت هذا كريمي اكرمي مثوى يعني يتقل شنا تيني الدار نصنغ وجار يعني اتود يعني سيدنا يوسف كان رباني شن يعني الفيلم من سيتو غديني ديني مع معاوني تصغين مع تمططس اكرمي مثوى
كان يعني نرقب الفيلم وتي من دون يودي شمج وتي من دبلي ينزو وتي من دلبن آدم ينزو أتيش ديقن أتين ديقن وارنصن تخنتي تتي ناس كريمي مثوى عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا من يوجنام من يولن يدبر أمر يوسف عليه السلام رب العالمين هامي خطر يوسف من المخلصين من المخلصين ربي صفت يرتد من المخلصين يوسف عليه السلام أكرمي مثوى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا معنى ربي ابتغنينا أغنيني وكذلك مكنا ليوسف نشين مكناس خطر أنتم تطني وأني تصغين سيدنا يوسف قاع والله قططوا العبادوا قاع ربي ليحكم ديسن قاعد عبارة عن ذرات في قبضة الله سومنا ما شتين دي سيدنا يوسف هو هاي تقلشون أشين ربي بالعقل وكذلك مكنا نشين مكناس شتين جوم كون يخسر به سيدنا يوسف تيسغد يقنو جبارين يقنو طعان يقن خبيث يقن هذه مكن هامي تيسغد وني رب العالمين ربنا شتين الربوبية معاني الربوبية مرة نرقب سيدنا يوسف بالتجين ديس معاني الربوبية ما نتسود مستوى يوديس معاني ربي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث ديشم جنزو يبعد في الوالدينس ربي ليس المدس كيف يتمنش الله أعلم ولنعلمه من تأويل الأحاديث أمصح يا ربي لينزو ليقنون شان لدغريب والله غالب على أمره غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول مدن السن الله غالب على أمره ربي ميخسي قنشرة تج رب العالمين لشخص ظروف ظروف المعطيات ظروف المعطيات قارنت كذا قارنت المستحب قاعد ظروف المعطيات كل لا تساوي شيئا أمام قدرة الله ربي ميخسي قنشرة تج تج ولو الظروف قارنت المستحيل إيه وكذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده رقبتي تشردين اسمه يتفصح تصديني بلغ أشده اسمه دي قنحد يتشرد يعني يطفي منس وندالي البتة لديني يطهلا اسمه أكرمي مثوى اسمه الحقيقة يعني ربي يكرمت يتشرد صحيح يتشرد بصحته شي قرشنين لبنادم بأتم معنى الكلمة ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين تودق نحدي عابد لله يتعبد ربي يذكر ربي مخلص يتز بمعاني الألوهية ربنا أنا وكذلك نجزي المحسنين ما رب العالمين يجسق الامتحان الامتحان لابد به وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ربي جس قد 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 الامتحان ضيوضة في الفاحشة تخماني لو ولدت في قيلات حد ضموني سمى اسم سطورة ينجح الامتحان وقالت هيت لك قال معاذ الله ركست وحدة توت قال معاذ الله يبدأ بالاستعاذة أكون وجه ربي لولس كيف يستعيذ بالله هم يفكر ربي لحظتنا خاطر ولس ديما لا يتدي سديكر ديما إلى ربي معاني الربوبية نشورنت ولس لا يشور بمعاني الربوبية من معاني الربوبية معنى الذكر ربي معنى ربي لديني معاذ الله واختني ناس يا ربي معاذ الله معاذ الله استعاذ بالله وليني نشد يوسف نبي اللي يحب يقرب يقرب ليش إن معاذ الله استعاذ بالله معاذ الله بل ما تسنى يتني إنس إنه ربي أحسن مثواي لاحظ ما إنه ربي ربي ويجي يرجس أنا بعد داني تمرغن داني تمرغن قاع خطر سلوه جران دون كل القرآن قلنا حدين كل قرآن يرقل أبريد يزلق أبريد تمرغ في راجات يتمرغ دي سن إنه ربي يعني رب العالمين وجي ونتصغين إنه ربي أحسن مثواي
أحسن مثواي سما يورو الأمر يا ربي همي خطر ربي يدبر الأمر وجي الذي اشتراه من مصر يدبر أمر يوسف خاطي هني لن يدبر أمر يوسف هو رب العالمين سميني الناس إنه ربي أحسن مثواي قاعد ناس تهلا ديجي تهلا ديجي يا ربي ربي يا ربي خالقك رب العالمين تهلا ديجي أحسن يعني أحسن مثواي بتغنى 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 أنني ديس بتغنج ودي الشاو دا سوا ونيد الحق ونيد ونيد الوحي ونيد وان ربي ونيد نعمة الهداية نعمة الوحي نعمة الصحة نعمة المكان نعمة الهنا نعمة القع نعمة الأكل نعمة الشرب نعم نعم نعمة الليل نعمة النهار أحسن مثواي يعني يا ربي يقوم السيس إنه ربي أحسن مثواي لا شي ناسك يتغلطا تم خلقتنا ربي كيتغلطا كيتغلطا دلادريس كيتغلطد العنوان قاعد كيتغلطد العنوان انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون عمري والتعود ألعت سومدي مع ربك ولعت سومدي ربي كلاني تهلا ديجي يشيد كل خير دي ود من نمشي ميمارات عصير وتيت الحل قاعد كيتغلطد لادريس معاذ الله معاذ الله ذهب انه ربي احسن مثواي حسنا مثوى هم سميت فحسنا مثوى يعني متفض من فراغنا خطر يستحضر معاني الربوبية تستحضر طند يوميا يوسف عليه السلام يستحضر معاني الربوبية يعني تحس إن معاذ الله يسمي رولا ديكن شرس سما ونيد ديكن سما أقل شيء سما الحد الأدنى سما ولي عصي ربي وجد وجد جود المزيد خاطي المزيد مارو يغلبني مسلم انا موني ونحكي موني بالسينك انشرف غير زوي تقليسا همي انه ربي احسن مثويت غائبه استسكت فرص نكت المعصيه غير زوي تقليسا همي انه ربي احسن مثوي غائبه ليش وتلي تحضر ليش همي وتلي حاضره قران غايب شيء اول شيء القران توت ربي أول شيء القرآن بات أول شيء ربي يتركز غفص معاني الربوبية هامي مش كان مش كان مش كان معاني الربوبية من ميتفني منسن قوان بقوة معاني الألوهية دسن جنغ بسهولة أدعنا نعبد ربي بسهولة في السراء في الضراء في السفر في الحضر ستمدا في خلواتنا نغلق أنا مع ميدنا لا يهم في أي ظرف في أي مكان في أي زمان ربي ربي نحقق معاني الألوهية أنعد من الصادقين في عبوديتنا إن شاء الله لحديثي بقيا صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفرها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.